ايضا بينضم الينا النائب المهندس اشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن. الاول مساء الخير سياده النائب، وكيف ترى القوى السياسيه هذه العمليه الشامله في سيناء 2018؟ اولا مساء الخير احمد بيه. يمكن عشان برضه نكون محقين، يعني لا يمكن وصف عمليه سيناء 2018 انها بدايه محاوله الارهاب. هذه خطوه مهمه حقيقه، لكن هذه الخطوات قد بدات بالفعل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسه من خلال الاستقرارات اللي عملت بها القوات المسلحه والشرطه المدنيه خلال فتره طويله جدا. لكن دعنا نتحدث عن خطوه مهمه وهي سيناء 2018 والعمليه السابقه مدة 3 شهور لمواجهة الارهاب. نعم. اعتقد ان هي بتحمل دلالات مهمه جدا جدا. يمكن اول دلاله ان مصر، يمكن دلوقتي احنا في وقت انتخابات رئاسيه وفي وقت نعلم كميه الاخطاء والمؤامرات التي تحدث مصر سواء خارجيا او من بعض عناصر من الداخل، فان مصر تطبق هذه العمليه في هذا الوقت اعتقد دلاله قويه جدا ان مصر قادره في اي وقت في اي احداث ان هي تقود جيشها وشرطتها عمليه منظمه ضد العمليات الارهابيه وجود عمليات ارهابيه سواء في سيناء او في الظهير الغربي لوادي النيل او غير ذلك من المناطق التي شهدت عمليات ارهابيه من قبل. الحاجه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا جدا، هي رساله مهمه جدا لالتفاف الشعب بكامل اطيافه وبكامل فئاته حوالين القوات المسلحه والشرطه المدنيه. اعتقد ان التعيينات اللي صدرت النهارده مش حول بس من القوى السياسيه ان ده دورها الاساسي، لكن كمان من قوى دينيه وقوى روحيه وقوى شعبيه ومنظمات مجتمع مدني والى غير ذلك. اعطت رساله واضحه ان الشعب المصري على قلب وزن واحد كله في مواجهه. نعم. رسالة واعتقد يعني واعتقد كمان في النقطة المهمة جدا ان هذه العملية وان كانت تستمر لمدة 3 شهور، لكن الشكل المنظم اللي تقود فيه القوات المسلحة العملية والجهات اللي بتقود بالشرطة المدنية العملية سيكون هناك نتائج في القريب العاجل. طيب. سيادة النائب، يعني في ناس كتير بتتكلم ان العملية العسكرية طبعا من الامور الهامة للغاية، انما زي ما سيادة اللواء طلعت موسى قال لا تستطيع دولة أبدا أن تحمي نفسها 100% أمنيا بشكل أمني، إنما محاربة الفكر، يعني البعض يرى أن هذه الحرب ليست فقط حرب أمنية أو خلينا نقول مواجهة بالسلاح، إنما هي أيضا مواجهة فكرية بشكل كبير. دوركم إيه في هذا الأمر؟ إحنا دائما نتكلم بوضع الكلام في موضوع صحيح، إن كل من في الدولة كل من في دوله يحارب الإرهاب بطريقته. احنا النهارده بنتكلم عن عمليه عسكريه قوات بشكل اساسي هتقوم بها القوات المسلحه والشرطه المدنيه، لكن في الناحيه الثانيه وهي مواجهه الفكر المتطرف اظن ده دور المؤسسات الدينيه وعلى راسها مظهرنا الشريف والكنيسه، ثم في مرحله الوعي وهي مرحله نشر الوعي العام الجمعي زي ما دايما بنقول، وده الدور الاساسي اللي بتتحمل القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات. واعتقد ان القوى السياسيه بتقوم بهذا الدور بشكل مستمر، صحيح كل حسب امكاناته او كل حسب قدراته، لكن مفيش حد بيحاول ان هو ياثر في هذا الدور بالذات، لان هذه الدور هي مراهنه وطنيه، احنا بنراهن هنا على نمو الوطن، واحنا كلنا اتكلمنا في هذا الموضوع على راسنا طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش نهضه الوطن من غير الوعي الاساسي للشعب، الوعي الاساسي الذي يقتضي التحديات اللي تواجهها الوطن سواء التحديات السياسيه او الاقتصاديه او غير ذلك من التحديات. نعم. طب رسالة حضرتك توجهها، حضرتك رئيس حزب مستقبل وطن وده أكبر فصيل سياسي موجود دلوقتي في مصر، توجه رسالة للشعب المصري في هذه الأوقات. أعتقد أن الرسالة مهمة لابد نوجهها دلوقتي للشعب المصري، أن كل لابد من التكاتف الحقيقي ولابد من التعاون الحقيقي مع القوات المسلحة سواء في مناطق الضبط أو مواجهة الإرهابيين زي شمال سيناء أو غير ذلك من المناطق الصحراوية غرب وادي النيل. المهم جدا يكون في وعي بالتبليغ عن اي مشتبهين، بالتبليغ عن اي نشاط مشبوه الى غير ذلك، ثم بعد ذلك الوعي العام في جميع انحاء جنوب مصر العربيه ان لابد ندعم قوات مسلحه، ان احنا نشعرهم دائما ان احنا في ظهرهم، نشعرهم دائما ان احنا نعلم بحجم التحديات وحجم التضحيات التي يقومون بها. دي الرساله الاهم اللي نقدر نوجهها للشعب المصري. نعم. النائب المهندس اشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، بنشكرك جدا على هذه المداخله.